مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تعجب حضراتكم. الحلقة النهاردة خاصة بالسحور، يعني هنعمل كام صنف لطيف ممكن يعني أولادنا وإحنا نتبسط بيه على السحور. هنبدأ نقول هنعمل إيه وانطلقت صفارة الحكم وهنبدأ مع بعض الشوط الأول. يلا بينا. أول حاجة هعملها هي احنا طبعا في حلقة مميزة جدا هتنتظروها يعني قريبا هتوزع على طول، فيها حاجات مميزة جدا جدا كمان للسحور، ولكن في حاجات احنا هنعملها في البيت خاصة بيها. هنعتبر انه الحلقة دي هي الحاجة اللي احنا هنشتغل على اساسها بقى، يعني هنطبق الحاجة دي ازاي. انا هعمل النهاردة طاجن فول لطيف كده، بس هعمله بالبيض، هنحطه في الفرن وهنديله شوية منكهات بما اننا دمسنا الفول مع بعض، وكمان عندنا شوية من الجبنة بالطماطم هنديها شوية حاجات كده لطيفة منكهات بحاجات بسيطة جدا موجودة في البيت. وهنعمل كمان لو حابين نغير شوية، مش كل حاجات حلوة 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 على السحور، بنبقى خايفين ناكل حلو تقيل، فهنعمل مربى فراولة بما انه الموسم خلاص وقربت تمشي، عايزين نحتفظ بالفراولة الجميلة دي ونعمل مربى او نخزنها في الفريزر للعصاير عشان ممكن ناكل قشطة بالمربى، ممكن نعمل اي ساندوتش خفيف وتبقى حاجة مغذية وحاجة فاكهة طبيعية. خلينا نقول بسم الله. خلينا الاول اقول مقادير مربى الفراولة، هحطها قدامكم على النار وهنشتغل فيها وبعدين نبدا في السحور بتاعنا. عندي اول حاجة لمربى الفراولة اللي هو على الكيلو فراولة فريش، كيلو صافي بعد ما بنضفها وبشيل منها الحاجات دي. عندي 400 جرام سكر ل 600 جرام، ده على حسب درجة حلاوة السكر اللي حضراتكم بتحبوها. طيب عندي عصير ليمون، يعني معلقة من عصير الليمون، وطبعا هنقدمها مع قشطة. طيب هحكي مع حضراتكم دلوقتي، اقول بسم الله وهحطها. هقول لكم اهم حاجة في غسيل الفراولة، نغسلها ازاي؟ الفراولة ما بتتشطفش. يعني ايه ما بتتشطفش؟ يعني انا لازم اخد الفراولة دي زي ما هي سليمة، بنقيها وباخدها بحطها في بولة كبيرة، وبملى البولة دي بحطها تحت الحنفية. الاول بشطفها، بشيل شوية حاجات كده تطلع من على وشها، شوائب بسيطة كده والقشر بتاعها الاخضر ده وكله. وبعدين بعد ما تمام بصفي، بملى مية جديدة، ولازم معلقة ملح. ليه معلقة ملح؟ لانه هي اللي بتساعد انه لو في اي حاجة لا قدر الله جوه مسام الفراولة تطلع خالص. دي حاجات ما بتبانش بالعين المجرده، لكن احنا يعني لازم نخلي بالنا منها، فنسيبها على الاقل ربع ساعه او نص ساعه في المنقوع بتاع الملح. هتلاحظوا حضراتكم ان لون الميه اتغير، هتلاقوا اللون كده ايه ده احنا لسه شاطفينها والميه نازله نظيفه، ازاي اللون بتاع الميه اتغير وبقى اللون اللي فيه كانه فيه تراب او طين متصفي؟ ده بقى كده احنا هي نزلت كل اللي فيها. هنبدا نشطفها مره ثانيه وثالثه لحد ما تبقى الميه بيضه تماما، وهنقشر الجزء اللي فوق، قطعوها زي ما انتم عايزين. انا عن نفسي بحب اسيب فيها قطع عشان تحسوا قطع الفاكهه كده فتتبسطوا بيها، ودايما تبان حاجه بيتي يعني. فخلينا نقول كده بسم الله. طبعا نسبه السكر بتبقى ترجع لحضراتكم. انا بصراحه ضد مبدا انه كيلو فاكهه عليه كيلو سكر، ده كتير جدا جدا جدا. وبعدين مش كل انواع الفاكهه بينفع معها، ده في تين وفي مانجا وفي اصناف تانية بتبقى نسبه السكر اصلا عاليه جدا جدا فيها، فما ينفعش نعملها بنفس النسبه. انا حطيت الفراوله وحطيت السكر ال 400 جرام، وبعدين هقلب تقليبه كده بسيطه بسباتولا. وعايزة أقول لحضراتكم مش محتاجة تنقعوها ولا حاجة، بصوا أنا هعملها هو وقتي مع حضراتكم بالسريع على الهواء. هاخد معلقة عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقة، تسلمولي حبايبي، معلقة كده، وهاخد شوية صغيرين من المية، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطتين كده أهم، يعني حوالي نص كوباية مية لكوباية مية. وهقلب، معلش عشان انا مسخنه الحل عندي فهي عشان كده سخنه اهو، وهنقلب. اخر حاجه مش يعني لو حابين تحطوا فانيليا هتبقى اخر مرحله بعد ما نقرب نطفي على المربى ايا كان نوعها، هنضيف اخر حاجه الفانيليا. هبدا دلوقتي ارفعها على النار كده قدام حضراتكم، وخليني اخف هنا تبقى النار ايه واحده بس كده، عشان هنا في اتنين دبل العين دبل، فخليني كده ايه اقلب تقليبه حلوه. المفترض بقى انها تغلي، اول ما هتبدا تغلي الفراوله دي هتبدا يتفاعل السكر ده مع الفاكهه، هيطلع فوم
على الوش كده بلون الفراولة. هنشوفه دلوقتي مع بعض. الفوم ده لازم نتخلص منه أول بأول. يعني أنا بجيب بولة كده تبقى جنبي في المطبخ، وبجيب شوية من المية. عشان ليه بقى بحط شوية من المية؟ لأنه لما باجي أطلع باللوش بتاعي مثلا أو بالكبشة كده، أخد اللي على الوش أنزلها في المية وتبقى اتشطفت، يعني نطفت. في عوامل كتير لنجاح المربى وفي عوامل تبوظها. بصوا اللون، هي مش محتاجة الحمد لله ألوان، اللون شايفين أحمر، أحمر حقيقي، يعني تشجيع أهلي جامد جدا. طيب هسيبها بقى تبدأ تغلي. أول ما تبدأ تغلي هدي النار عليها وهسيبها. كل ما يظهر الفوم ده هشيله وأحطه بعيد، أفضل أشيله أشيله. إيه هي علامات تسوية المربى؟ إن الفوم ده يبدأ يقل 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 ويقل ظهوره، يعني ما يبقاش بيطلع كتير. طبعا في المرحلة دي هبدأ أضيف الفانيليا، وهسيبها لما تاخد القوام الحلو بتاع المربى. لا هضيف جيلي ولا هضيف عسل جلوكوز، ولا محتاجة إن أنا أتقلها، هي تتقل من عند ربنا كده لوحدها على طول. طيب بعد كده هنيجي بقى، لازم يكون برطمان معقم. معقم يعني دخل خد درجة حرارة بالغطا بتاعه، درجة حرارة من بعد الغليان يقعد 40 دقيقة مغمور في مية على النار. أو لو حضراتكم عندكم ديش وشر غسالة الأطباق هتحطوه حرارة فوق 60. خلاص يبقى احنا كده تمام. لازم يكون جاف ما فيهوش ولا نقطة مية ولا الغطا. طيب لما هصب المربى، لازم المربى لما تتصب تتساب مفتوحة الغطا، ما تتقفلش أبدا لما تبرد وتبقى ما فيهاش حرارة خالص. لأن لو قفلت الغطا وهي لسه دافية هتتراكم فوق بخار المية، هيتنقط في الفراولة هتبوظ فورا. طب لو خدت بمعلقة وكلت، ينفع أحط المعلقة تاني؟ لا هتفسد برضو لأن دي طبيعية. حطينا عصير الليمون. الناس اللي بتشوية ممكن تتعامل مع ملح الليمون، دي في ربع معلقة، هي مادة حافظة، بس أنا بصراحة بعملها بالليمون الطبيعي وأنا بحبه قوي عن ملح الليمون، وبصراحة بتنجح معايا، بتقعد شهور ما بيجرى لهاش حاجة طول ما أنا محافظة عليها. ولازم يبقى فيه كفر بلاستيك يحمي ما بين الغطا وما بين يعني الفتحة بتاعة البرطمان نفسه، علشان ما يتراكمش مية أو بخار أو أيا كان الرطوبة، عشان نحافظ عليها. تمام كده. المعلقه اللي استخدمها في حاجه ما تكونش معلقه فيها نقط ميه. كل دي عوامل بتبوظ المربى وتفسد واحنا مش عارفين ايه السبب. طيب انا هسيبها بقى. بصوا بدات تغلي اهي قدام حضراتكم. بصوا بقى بدا يظهر فوم. ايه اهو الفوم، انا هسيبه لما يغلي كمان شويه. فوم الابيض ده، الفوم اللي هو اللي شبه الايه الفراوله بس فاتح، هنبدا نشيله وهنخلص هنتخلص منه. بس يغلي غلوه كمان. عندي بقى هنا المرحله الثانيه بعد مربة الفراولة الجميلة دي، هنعمل طاجن فول حلو. أنا عندي الفول كنت مدمساه بسخنه شوية وهعمله فول بالبيض. طب خليني أجيب بقى. بصوا أول مرحلة أنا هنا بسم الله سخنت الطاجن، سخنته في الفرن عشان أنا بقى عايزة لما يدخل الفرن بسم الله الرحمن الرحيم ما يقعدش معايا وقت طويل في الفرن يسخن. عقبال ما الفخار ده بيسخن بياخد وقت. فلو حضراتكم هتعملوه في طاجن تمام، حضراتكم هتعملوه في بايركس مفيش مشكلة، هيبقى أسهل. بسم الله هحط كده الطاجن، وخليني إيه هحط بقى فيه الفول. أنا عندي هنا خليني أخد كده بسم الله الرحمن الرحيم، أغطي بس هنا كده شوية صغيرين. هاخد بقى من الفول ده بلوش كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سخن، انا مش عايزه ايه امسكه بالجلافز قوي عشان ما يبقاش خطر عليكم. هنحط كده، بصوا بيفور ازاي في الطاجن لان الطاجن سخن. بسم الله شايفين اهو كده. طبعا ده للناس اللي بتحب الفول تحس طعم الفول. اللي عايز بقى ياخده على النار في طاسه الاول وبعدين يظبط الدنيا، يعني في بعض التوابل، انا بصراحه هعمله كله في الطاجن ياخد من بعضه، لان انا كمان هحط فيه بيض، هعمله فول بالبيض. تعالوا ننزل مقاديره مع بعض كده يا نودي. عندي كميه من الفول زي ما حضراتكم تحبوا، عدد افراد الاسره، وعندي عدد من البيض برضو على حسب افراد الاسره. ممكن ده ياخد 5 بيضات مثلا او 4 بيضات على حسب. هيحتاج 5 بيضات تقريبا اهو كده. يا سلام. وهاجي احلى حاجه الفول المتدمس في البيت ده، سبحان الله له كده نكهه خاصه
بيفكرنا بذكريات قديمه لمامهاتنا وجداتنا والناس الرائعه دي. سخن جدا مش عايزه امسكه. طيب هاخد بقى انا من هنا بسم الله رشه كده بسيطه من الملح، تاتش بسيط من الفلفل مش كتير، وعندي طبعا الكمون كده، وخليني اقلب كده تقليبه حلوه بسم الله. بصوا الفوران ده نتيجه سخونيه الايه الفول. هحط بس نقطتين كده تدي لون حلو، وهاخد معلقه سمنه بلدي حلوه في وسط الطاجن كده، عشان البيض لازم يحب معاه حاجة تدي طعم حلو. دايما بنحب ان نحمر البيض في زبدة بلدي او طعم يكون سمن بلدي. بصوا كده هاخد شوية كده من الطماطم الصغننة كده، هيغلي بقى ده مع بعض في الفرن. عايزة اقول لكم هيطلع يجنن طعمه يجنن. شوية بقدونس كده كده، عندي بقى كمان شوية فلفل، يعني فلفل كده رائع الأخضر الرومي العادي، وتعالوا ناخد البيض معلش بقى انا هكسرها هنا عشان اطمن ان البيض سليم لان الصيف الواحد بيخاف. بسم الله كده سلاموا حبايبي. احط بيضه بيضه معلش الواحد بيخاف في الصيف دايما من البيض ده، تخلوا بالكم طبعا ايه البيض ما يتحطش في جنب الثلاجه مش في باب الثلاجه يتحط على الرف، والبيض يتحط كده حضراتكم لو هتحطوه في الباب ليها بوز رفيع تبقى في البوز كده، عشان طول ما هي فريش هي تقيله، وطول ما هي نازله لتحت كده هي محتفظه بكل السوائل اللي فيها ما بتفضاش. لو حطيتوها كده بسرعه هيفضى البياض اللي موجود جواها. هحط كده بيضه بيضه عشان بس اطمن ان البيض سليم. الطازه تحطوا له اختبار، تحطوا البيض ده كده في كاسرول فيها ميه، البيضه التقيله بتفضل تحت ما بتطلعش على الوش، البيضه اللي هي بتبقى فسدت او جواها فراغ او مش مظبوطه هي دي اللي بتطلع على الوش تطفو فوق. عشان كده احنا بنتاكد ان ده البيض مش ايه مش مظبوط. بسم الله كده اهي كده. المفروض في بيضه خمسه، مين قلب البيضه الخمسه؟ ولا راحت فين دي؟ راحت في جون. طيب ماشي. طيب بسم الله هو سخن طبعا، خليني بقى احط عليه رشه كده بسيطه من الملح على الوش البيض، رشه فلفل خفيفه ورشه كمون عشان الزفاره. طيب يلا بينا بقى دخل ده الفرن اذا تكرمتوا. اوبا ونشيل دي بس كده خليها هنا. هدخل ده الفرن بسم الله الرحمن الرحيم. هحطه في الفرن، الفرن سخن حراره 180 عادي جدا على الشبكه في النص، مش هعمل اي حاجه اهو بسم الله اهو، وهقفل وهسيبه بقى ياخد وقته مع حضراتكم، يعني هياخد له ربع ساعة 20 دقيقة أقصى حاجة، وبعدين نطلعه طاجن فول بالبيض جميل لطيف والفول بالطعم الحقيقي بتاعه. طبعا انتهى الشوط الأول والحكم صفر صفارة بتاع الشوط الأول، هنبدأ نطلع استراحة، نرجع بعد الاستراحة نبدأ في الشوط الثاني في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا بمشاهدينا ورجعنا من الاستراحه ونبدا مع بعض الشوط الثاني، لكن خلينا نقول عملنا ايه في الاولاني. عملنا المربة الفراوله. بصوا بقى حضراتكم بدات تغلي اهي وهتاخد قوام. بشيل شايفين ده اللي في الحروف ده، شايفين لازم نشيله لازم نشيله، لو سبناه بيبقى احد اسباب انه برده المربة تبوظ او تفسد بدري. خلوا بالكم احنا بنتعامل مع فاكهه طبيعيه وما عندناش مواد حافظه قويه زي بره،
واحنا كمان خلوا بال حضراتكم بنعمل حاجه فريش بجد وهتقعد معاكم والله وقت، بس حافظوا عليها بالشكل اللي قلته لحضراتكم. بندي تقليبه كده وبصوا نبدا ناخد تاني اللي في الحروف، كل الحاجات دي بتتشال معايا لحد ما تبطل تظهر تماما. هتلاقوها في لحظه كده بتغلي وهوريها لحضراتكم، احنا متابعين مع بعض اهو الحلقه، على طول هتختفي. وانس انها اختفت انا خلاص في امكاني دلوقتي اتحكم في قوام الايه المربى بتاعتي. طب لو كانت الفراوله باهته شويه ولونها مش حلو هروح مديها معلقه واحده جيلي. الجيلي ده عباره عن ايه؟ جيلاتين ولون وفليفر طعم بس، فانا مش هحتاج حاجه، انا كاني حطيت فيها جيلاتين ماده ربط. طيب هاجي هنا بصوا بقى اوري حضراتكم كده، يا سلام بسم الله. بصوا بقى القوام بتاع المربى، احنا لسه عاملينها شايفين، لازم اتفقنا انه يكون وقطع الفاكهه بصوا باينه وحلوه ازاي، شايفين الله 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 الله، بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلويات. طيب تعالوا بقى انا دلوقتي خلاص بقلب هنا تقليبه، هنزل دلوقتي بمقادير بسيطه جميله، جبنه بالطماطم. جبنه بالطماطم الناس اللي مش بتحب الجبنه اللي بتبقى حادقه قوي، هنعمل ميكس بين نوعين جبنه، هنعمل ميكس بين القريش وبين جبنه ملح خفيف شويه، يعني ما تكونش اسطنبولي ولا براميلي، تكون يعني في النص كده. تعالوا ننزل مقاديرنا يلا يا نودي. عندي للجبنه بالطماطم عندي قطعه جبنه قريش، قطعه جبنه فته، عندي خيار وعندي طماطم وعندي بصل اخضر وعندي كمان نعناع جاف، واقدر احط نعناع فريش لو حضراتكم حابين. عندي هستخدم خل مليان وعندي عصير ليمون وكمون وعندي بابريكا وفلفل اخضر رومي وممكن احط رشه من حبه البركه. انا هنا بصوا بقى اطلع لكم هنا كده تشوفوا المربى هنا كده، استاذ سمير يستعرضها بقى بقلب. هحط هنا يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل شويه قشطه جنب المربى القمر دي كده، شايفين المربى اهي، ولا احلى مربى تشتروها من بره، لانه يعني كفايه انها حاجه بيتي طبيعيه، احنا بنفتقد الحاجات دي قوي وما تاخدش 5 دقايق ممكن وانا واقفه بعمل اي حاجه جنبي. هاخد بقى جنب المربى القمر دي لحد ما كده شويه القشطه القمر البلدي دول، قشطه بقى وش اللبن لو عندكم قشطه بلدي زي اللي احنا حاطينها هنا كده. الله 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 الله، بصوا الجمال، حاجه ولا احلى بجد. ونبدا بقى نشيل الحاجات الحلوه دي ونحط ده هناك، ده بقى اللي هنحلي بيه النهارده على السحور. طيب هنحطه كده ونبدا بقى نشتغل فيه الجبنه بالطماطم. عندي بوله كده كبيره هاخدها وخليني ابدا ايه احطها هنا، هاخد فيها الجبنه بسم الله، قطع كده الجبنه. هنا عندي القريش طبعا احنا عارفين انها صحيه وجميله، اهو الجبنه القريش، شيل بس شريط توميتو دي نازله بتشجع اهي. وهاخد قطعه من الجبنه اللي قلنا فيها فته او فيها نسبه ملح شويه، خلاص مش كتير عشان بس يبقى فيه ميكس بين الحاجات. وبعدين هعمل كده ههرسها بالشوكه كده الاول، ممكن اشيل بقى دول خلاص وههرس كده. بصوا البديل ده ينفع لحشو اي حاجه حضراتكم عايزينها، معجنات هتبقى جميله جدا كده اهو. وهبدا بقى، عندي طبعا زيت مليان، هستخدم زيت مليان. زيت مليان ده احنا اتفقنا ان الزيوت النباتيه معظمها بيبقى فيه نسبه اولين، زيت مليان ما فيهوش الاولين اللي بيساعد على تجمد الزيت اللي هي الماده اللي فيها زيت النخيل دي. خلينا نحط هنا، حاطط مكانها عباد شويه كده من الزيت النباتي، و هاخد تقليبه كده بالجبنه تاني وبعدين هبدا اضيف عليها الاضافات. انا هنا ممكن نحط شويه من البابريكا، وهاخد بقى عندي فلفل مش هاخد ده، هاخد ده الصغير وهجمل بالكبير شويه، ممكن كده كام واحده من الكبير كشكل خلاص. وهاخد شويه من الطماطم الصغيره والطماطم الحلوه بتاعتنا دي
اللي عايز يقلل من الطماطم لو مش حابين عشان هي يعني ممكن تبقى فيها نسبة صوديوم مثلا، مفيش مشكلة يعني قلله، ممكن نزود من الأخضر أكتر، بس هي طبعا عشان جبنا بالطماطم فاحنا ايه بنتعامل مع الموضوع بشكل فيه نسبة من الطماطم لا بأس بيها. طيب هاخد كده، بعدين هنبدأ نضيف عندي خيار، حاجة مرطبة بقى كده كده، ادي الخيار، عندي بصل اخضر وده اختياري لكن بتدي تيست وطعم حلو قوي اهو، هنقلب كده، ولسه بقى عندنا عصير ليمون ولسه هنحط شويه منكهات وهعمل معاها شويه من حبه البركه حلوه استفيدوا منها زي ما بنحط على اللبنات كده. بصوا الجمال اهو، تعالوا بقى ناخد رشه من الكمون اهو، وهناخد رشه نعناع جاف تدي طعم حلو قوي اهو، معلقه صغيره وهقلب، طبعا مفيش ملح مش هضيف ملح اصلا، هاخد بقى شويه من خل مليان، خل مليان ده بتركيز 5% ومن افضل انواع التركيزات للخل اللي احنا بنستخدمها اهو، خل مليان بسم الله، هاخد شويه معلقه كبيره من خل مليان، وهاخد كمان من عصير الليمون معلقه كبيره تمام. مع النعناع الجاف هنبدا بقى نقدم سلطه الطماطم، الجبنه بالطماطم الحلوه دي مع رشه صغيره من حبه البركه، طعمها جميل، نقدر نحتفظ بعلبة منها فيها شوية على وشها زيت في التلاجة تستخدم على مدار يومين أو ثلاثة في السحور مفيش أي مشكلة. يلا بينا نقدمها، هاخد كده الطبق بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم كده أهو، وهنزل الجبنة بتاعتي كده، شايفين؟ وعلى فكره اللي عايز ياكل ده في احنا بنيجي اخر رمضان ممكن نبقى حاسين مش قادرين بجد ناكل اكلات بقى خلاص فيها لحوم فنبدا نحس ان احنا محتاجين اكله كده يعني خفيفه وبسيطه، فما فيش مانع ابدا ان احنا ناكل الاكله الحلوه دي. هضيف تاني هنا بقى رشه من الزيت بتاع مليان اهو اوكي، وهاخد رشه حبه البركه وشويه تسلمون يا رب وشويه فلفل كده حلوين رومي قمر يدوا طعم حلو كده واحنا بناكل الايه وخلينا بقى ناخد هنا حطلكوا طماطم شاري بقى القمر دي، ايه رايكم حلو الكلام؟ قولوا كلام جميل زي بوجي. تسلم ايديكوا حبايبي. يلا بينا احنا كده الحكم صفر وهنبدا نطلع استراحه علشان خلص الشوط الثاني وهنبدا نطلع استراحه مع حضراتكم وهنرجع للاكسترا تايم في انتظاركم. رجعنا من الاستراحة وبين الشوطين، خلاص هنبدأ دلوقتي في الاكسترا تايم. تعالوا بينا بقى نقول عملنا ايه. ادي المربى هوري حضراتكم شكلها، بصوا بقى اول ما بتبدأ تستوي ما بتلاقوش ولا حاجة من اللي قلت لحضراتكم عليها من الفوم اللي كان بيظهر ده أبدا، شايفين؟ وبدأت تبقى قوامها حلو ازاي؟ الله الله. أنا طبعا خلاص أنا عندي البرطمانة اوريدي لسه عاملينها قبل الهوا قبل الحلقه، فخلينا نصب على اللي موجود. طبعا انا مش هجيب ده من الثلاجه احط عليه سخن، لا هعمل برطمان جديد، بس انا ليه بوري حضراتكم عشان تبقوا عارفين، طالما هي لسه بحراره الـ يعني المطبخ يبقى تمام اهو، ونملى وهنسيبه بقى لما يعني ياخد راحته ويبرد تماما اهو، هاخد الباقي كده تمام جدا. بصوا احلى مربى
فراوله هتاكلوها، تنفع بقى في الطرطات، تنفع بقى في السابليهات، تنفع بقى في كل حاجه انتوا حابين تستخدموها في الحلويات بتاعه العيد او في الكيكس او في البسكوتات. يا سلام. طيب هنبدا بقى دلوقتي، هناخد وصفه تانية جميله جدا من الحاجات برضو اللطيفه خاصه بالمحبي الباذنجان. هنعمل ايه بالباذنجان؟ طبعا انا حطيت الفانيليا قبل ما حضراتكم ترجعوا علشان كان لازم تغلي غلوه بعد ما ضفت الفانيليا اخر مرحله. طيب هعمل الباذنجان ده رومي، لو عندي كام واحده باقيين كده في الثلاجه وحسيتهم مش فريش قوي هروح واخداهم شويهم في الفرن. هشويهم ازاي؟ باخد البتنجان نفسه اشوكها كده، اعمل لها كده خروم بالتوسبيكس او مثلا بالشوكه في فويلايه جواها ورقه زبده، رشه من الزيت الزيتون او رشه ملح، وممكن احط معاها فصين ثلاثه توم زي ما هم بالكفر بالقشر بتاعهم معاها، واحطهم في اقفل الفويل واسيب فيه من جوه فراغ عشان يطلع البخار فتستوي. طيب هتطلع عامله كده زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الباذنجان ده من الحاجات المفيده جدا المهمه جدا، علشان حضراتكم بس تعرفوا قلي الباذنجان دايما يضيع الفايده بتاعته، فالقلي ده مش صحي، يعني احنا كده طلعنا كل الفوائد في الباذنجان. ده اصلا في ناس بتاكل الباذنجان ده ني، هو مفيد جدا للشعر والبشره، ده بقى الحاجات اللي غير الانيميا، وبيقلل الكوليسترول، يعني من الحاجات الرائعه الباذنجان ده. مش قادره اقول لكم في ناس بتاكله ني كده. تعالوا بقى انا هاخد كده في الكبه، هعمل لي بسم الله، هاخد الكام واحده اللي انا عملتهم دول مع الصوص بتاعهم النازل من الشوي لان ده طعم التدخين فيه، وهاخد الصغننه الاموره دي برضو اللي احنا قشرناها مع بعض. طبعا عشان تعرفوا تقشروه اول ما بيطلع بنحطه في كيس ثلاجه علشان البخار اللي طالع منه يدخل ما بين مسام الباذنجان فيخليه القشره تتفصل عنه بسهوله اهو. وهاخد بقى معاه شويه من الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم، زبادي. ويا سلام لو الزبادي ده كان بقاله كام يوم في الثلاجه مثلا، مش مشكله خالص، بالعكس هيبقى احلى، خميره بتاعته احلى. طيب هناخد من هنا ممكن فص ثوم صغير، بسم الله كده يدي طعم بس حلو، يعني معلقه واحده كبيره، معلقه واحده كبيره. طيب وهاخد هنا، انا حاطه هنا بابريكا بس كده تدي لون حلو، وطبعا عندي طحينه خام، طحينه مش متضاف لها حاجه، ما عملتش فيها اي حاجه، شويه طحينه كده حلوين اهو. هنعمل تغميسه برضو حلوه كده جميله، ونقدر في يوم تاني بس نخلص بس ايامنا الجميله دي ان شاء الله على خير، ونبدا نعمل مصنعات حلوه جدا جدا مع حضراتكم. انا قسمه الفلفل لجزئين، هاخد منه شويه هضربه مع الخلطه دي بيدي طعم وتيست حلو، وهسيب شويه اجارنش بيه الحاجات الجميله دي. طبعا مش هنسى اكيد الملح والفلفل والكمون، هاخد كده رشه وهاخد رشه ملح وهاخد من هنا رشه من الكمون، ونخلط الخليط القمر ده مع بعض، مش هياخد مننا وقت ولا حاجه، وشويه بقدونس كمان مع الفلفل الرومي. وتعالوا بقى نقفل كده، بسم الله ونشتغل. هنقدم بقى بس انا عايزاه مجروش، مش عايزاه يطلع خليط ناعم جدا، لا عايزاه يبقى فيه يعني روح كده من الايه من الجرش اهو زي كده. وهاخد هنا كده معلقه كبيره، بسم الله، وهنزل بقى، الريحه روعه مش قادره اقول لحضراتكم اهو كده، وهنا كده، وهنعمل بقى الشكل ده وهنا بقى هنحط فيه شوية الزيت
كده وهنا كمان كده. بصوا الجمال دي مليانه شويه، خليني انا اصمنها حبه كده. قطع البتنجان دي بقى ما بتبقى باينه كده بتبقى تجنن الطعم والريحه، مش قادره اقول لحضرتك. هاخد بقى شويه من الفلفل الرومي البارد الحلو ده، وهاخد كده رشه من البابريكا هنا، وتعالوا بقى نقطة زيت حلوة كده من مليان. يا سلام يا سلام. بسم الله. الله 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 الله. وهنا كمان يا سيدي. وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم، وهنشوف بقى بعد كده معانا ايه. لكن احنا هنطلع استراحة، وهنرجع بعد الاستراحة هنكمل التايم بتاعنا وهنشوف الوقت الإضافي هيبقى إيه كمان معانا بعد الفاصل. مستنية حضراتكم. فات معانا الأكسترا تايم، ودلوقتي تقريبا كده هنبدأ في ضربات الجزاء. خلينا نشوف هنعمل إيه دلوقتي. هنعمل الطعمية. الطعمية في ناس كتير قوي بتتضايق منها عشان حاجه واحده بس، عشان اللي ما عندهمش مفرمه ما بيحبوش يعملوها في الكبه، بتبقى مجروشه ففيها خشوره فبيضايقوا منها. طب احنا هنعمل طريقه سهله جدا وبسيطه وتقدروا تعملوها في الخلاط ازاي، هنشوف دلوقتي. يلا بينا. بسم الله. عندي نص كيلو من الفول المرشوش، طبعا لازم يكون منقوع من قبل بليله. خلاص طبعا انا استخدمت فول مليان، فول مرشوش مليان. وعندي بقدونس، كزبره، فلفل اخضر، 6 فصوص من الثوم، حبة كبيرة من البصل أو حبتين متوسطين، ربطة من الكرات. الكرات لو فرنساوي هناخد منه كم؟ 2 مثلا. لو الكرات ده بلدي هناخد حزمة أو حزمة ونص، حسب ما أنتوا بتحبوا الخضرة قد إيه. طيب عندي طبعا مية، عندي بيضة، وعندي سمسم ني وكمون وكزبرة جافة، ملح وفلفل، وعندي شاش وزيت للقلي. إيه كل الحاجات الغريبة دي؟ طيب يلا بينا، تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه. هقول كده بسم الله. احنا هنجمع عادي مقاديرنا جدا عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، اللي هي الفول المدشوش مع كميه الخضار بتاعنا، الخضره الحلوه دي اللي بتتحط بتدي منكهات حلوه للايه للطعميه. لكن كمان هضربها ازاي في الخلاط؟ طب ما انا لازم هزود لها ميه، ما هي مش هتمشي في الخلاط. هزود لها ميه بس هنشوف هنعملها ازاي، تطلع ناعمه جدا زي بتاعه الراجل بالظبط. الاول خليني اجهز هنا زيت مليان علشان يسخن معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقنا انه زيت مليان، زيت نباتي خالي من الاولين وفي نسبه العباد اهو. دي الازازه 700 مللي. بصوا ما شاء الله ملت ازاي، ولسه في الازازه بتاعته الثانيه اللتر. طيب هنعمل كده وهخليه هنا، لو احتجت ازود ممكن ازود. هبدا اخد من الخضره بتاعتي، المفروض اعمل ميكس كده بينهم شويه هنا قدام حضراتكم. يعني هاخد كده شويه من الفول المدشوش. تقدروا بقى تحتفظوا بالطعميه دي بعد ما هنخلص الخطوات بتاعتنا في الفريزر، نعمل اكياس ونشيلها، مش هيجرى لها اي حاجه. طبعا الكميه دي نص كيلو ده يعمل كميه حلوه. ده كرات، بس كرات فرنساوي اهو، وهي احلاها في الكرات الحقيقه، ما احلى طعم الطعميه يعني. وعندي الكزبره، الحاجات الخليط الجميل ده، والبقدونس. طبعا الخضره دي احلى حاجه وافيد حاجه اصلا، احنا لو بنشربها كانها مشروب. هي يعني البقدونس ده مش قادره اقول لكم على قيمته، يعني بينقي السموم بجد بشكل غير عادي، خصوصا لو على الريق. في ناس تشربه على الريق كده بيبقى طعمه يجنن، بس لازم الخضره دي تتغسل ورقه ورقه، يعني ما تتضايقوش. زمان كان الواحد بيقف يلاقي مامته او جدته بتعمل الخضره دي ورقه ورقه، واقفه بتنقيهم بالواحده، كنا نقول يا ربي هما بيعملوا ايه كل ده. لكن هي في الحقيقه لازم تتغسل كويس، ولازم نحط لها معلقتين ثلاثه من الخل علشان الدنيا تبقى جميله. انا بفرفر كده عشان ما ارهقش الخلاط بتاعي، لان طبعا لو بحط في مفرمه فالمفرمه بتبقى قويه، جهاز قوي بيستحمل الايه الحاجات الكتيره دي. انا دلوقتي بقى بحط الثوم، حطيت البصل، حطيت الخضره، معايا الفول المدشوش الامور ده
اهو، وطبعا ممكن نحط بقى شويه من الملح طبعا، بس انا هضيف بقى كمان في الخلاط عليهم علشان انجز، وهحط رشه كده بسم الله الرحمن الرحيم من كزبره، ورشه من الكمون، وتعالوا بقى نشتغل مع بعض. هعمل ايه؟ هعمل كده، هشيل الكميه الحلوه دي واخد جنبي كده جار فيه ميه، وهروح عند الخلاط وهبدا احط الكميه دي شويه شويه، يعني شويه شويه كده في الخلاط بالفول المدشوش، شويه شويه اهو كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. بسم الله هقسم الخليط، شايفين ازاي كده؟ الله، مش عايزه بقى ارهقه، انا عايزاه برضو يتخلط كويس، فمش عايزه يبقى في حاجات تقيله، وهحط كده. وتعالوا نضرب بسم الله. الله الله، شايفين؟ هعمل ايه في الميه الزياده دي؟ هنشوف دلوقتي. طبعا انا طلعت الطاجن حالا بيغلي، لازم استاذنا الرائع استاذ سمير يجيب لنا الايه الفول وهو البيض بيبكبك، ونروح رشين كده. يا نهار ابيض، الله الله، بدانا اول جون اهو يا جماعه، ده اول جون. تعالوا بقى بصوا الطعميه، شايفين حضراتكم اهي الريحه؟ والله والله كانكم عند الراجل، كانه بالظبط مضروبه عنده، نفس الريحه اللي بنشمها لما كنا بنبقى واقفين وهو بيطحن دي في الجهاز بتاع الايه. بصوا الشكل، بصوا ناعمه ازاي، بصوا بقى اهي اهي، شايفين؟ تسلم، ميرسي، مدلعني انت والله. بصوا كده، هعمل كده وهعصر جامد كل السوائل اللي ايه اللي انا مش عاوزاها، طبعا هديها فرصتها خلاص، انا بعد ما هتنزل السوائل دي هتبقى عجين خلاص حقيقي، بس املس يعني ناعم جدا اهو اهي. بصوا بقى، بصوا ادي الطعميه، شايفين؟ شايفين الجمال النعوميه؟ شايفين اهي نفس الخليط اللي موجود حضراتكم شايفينه هنا اهو، مفيش بعد كده. ممكن اخد منها بقى شويه كده اخلطهم هنا للون القمر ده، وشايفين الخضره خضره وجميله ازاي. تعالوا بقى نقفل ده، طبعا ده يتحط في اكياس في الفريزر لاي وقت حضراتكم تحبوا، الدنيا تبقى جميله جدا. هعمل كده اوضب بس هنا، وهنبدا نقلي مع بعض. ايه الاضافه اللي هنضيفها للطعميه لما نيجي نقليها؟ هنحط لها شويه بيضايه واحده، انا هعمل واحده بس اهي كده بسم الله، بيضه، وهاخد معاها، في ناس ممكن تحط اكتر لكن هي بيضه حلوه، هاخد الشوكه وهاخد رشه كمون وكزبره وممكن تاتش شطه. بصوا هنقلب، شايفين الخليط الوقت بيضيع؟ لا لا، احنا لازم بسرعه نجيب جون كمان وخلاص عشان نبقى سجلنا هدفين مقابل لا شيء. تعال بسم الله، شايفين شويه بقى الكزبره، وطبعا عندي هنا السمسم لازم يبقى ني. ليه ني؟ عشان ما يبقاش محمص وبعدين حضراتكم تيجوا تقلوه تاني فيبقى ايه يعني ادى طعم مش حلو. خلاص هاخد بس كده شكل لكم واحده، لازم ايدي تبقى مبلوله في حاجه فيها ميه جنبي هنا، بقول هصب فيها شويه ميه حالا من الجار بتاعي، قابل ايدي واحط عليها ونعمل واحده كده، شوفوا شكلها بس عشان حضراتكم تشوفوا متماسكه ازاي، وبعدين بقى ايه نستعرض الحاجات الحلوه اللي عملناها في خلال المباراه بتاعتنا النهارده. اجرب بس امسم هنا في الزيت، تمام
هنا اهو كده عشان اعلي الزيت ابقى ضمنت. بصوا بقى هاخد كده هنا ميه وادي بوله فيها شويه ميه قبل ايدي بس عشان اعرف الزق السمسم عليها. في ناس بتحب تحشيها، تقدروا تحشوها، ليها خلطه جميله ممكن نحشيها بيها من البصل والهريسه اللي بيحبها مشطشطه، بس طبعا احنا في السحور اكيد مش عاوزين كده. هاخد كده اهو هعمل كده هاخد بايدي كده هنا في السمسم كده كده بابل، وبعدين اخد كده الناحيه الثانيه وابل واخد بالسمسم اهو. شايفين القمر اهو؟ شايفين الجمال اهي؟ هنحط بقى في الزيت هنا، وتعالوا ناخد واحده كمان هاخد واحده اهي كده. هاخد بقى ايدي في الميه في السمسم وهعمل كده، ايدي في الميه وفي السمسم وهعمل كده وهنزل في الزيت اهو. وتاكلوا بقى احلى طعميه معموله بيتي. وتعالوا بقى نودي طاجن القمر بتاع الفول بالبيض ونشوف عملنا ايه النهارده في الماتش بتاعنا. طبعا كان ماتش ساخن جدا، يعني اتمنى يا رب ان الوصفات اللي تكون عملناها تكون فعلا نالت الاعجاب وتكون النتيجه عظيمه جدا. واتمنى ان حضراتكم تقولوا لي رايكم وتواصلوا معايا من خلال الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، ومن خلال صفحه قناه الاهلي. هبقى سعيده جدا جدا بتواصل حضراتكم، وطبعا اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده، على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.